اهلا وسهلا بكم. اليوم نكمل اخر اشي بالموضوع التامين الصحي، الاوراق الثبوتيه اللازمه لاصدار بدل تارف. ما هي الاوراق المطلوبه منك لحتى انك تطلع بطاقه بدل تارف؟ بدل تارف المقصود فيها لو تكون المعلومات اللي على البطاقه ممسوحه، ممحيه او مكسوره او بجعلكه او لونها باهت مش غير واضح. كيف الاجراء؟ ايش الاوراق المطلوب منك حتى انت تعدل هاي البطاقه تطلع بدل تالف؟ اول اشي مطلوب منك كتاب تغطيه من المدرسه ومختوم بختم المدرسه وموقع من قبل مدير المدرسه. ثاني نقطه، تعبئة النموذج الصحي الخاص بالتأمين الصحي. الكل بيقول لي من وين بدي أحصل على هذا النموذج؟ النموذج بتحصل عليه إما من موظف الخدمات شؤون الموظفين أو من سكرتير المدرسة أو بتلاقيها موجودة في إدارة التأمين الصحي. إحنا بنقولكم عبوا هذا الطلب النموذج التأمين الصحي حتى لما تروح أنت عند إدارة التأمين الصحي بتصف على الدور ما تتغلب ويقول لك ارجع الموظف رد عبي الطلب وتستنى مرة ثانية على الدور حتى تكسب الوقت. النقطة الثالثة، صورة عن بطاقة التأمين الصحي أو رقم التأمين بطاقة التأمين إن وجدت. إذا كان عندك صورة عن بطاقة التأمين أوكي مش موجودة مش مشكلة. البطاقة التالفة اللي مكسرة أو اللي تالفة أو اللي بجعلك أو اللي غير واضحة. صورة شخصية لكل فرد اللي عمره 3 سنين فما فوق للشخص المراد، إصدار بدل تالف للبطاقة. صورة عن دفتر العائلة التي تبين فيها اسم المشترك والمنتفعين المراد، إصدار له بطاقة التأمين الصحي بدل تالف. تكون الصورة عن دفتر العائلة واضحة. مثلا يعني أنا بطاقتي تالفة بدهم صورة عن دفتر العائلة فيها اسمي أنا والرقم الوطني. مثال آخر، مثلا بطاقة الزوجة أو الولد تالفة أو مكسورة، بصور صفحة فيها الاسم، اسم الزوج واسم الزوجة واسم الولد اللي فيها الرقم الوطني واضح. كشف الراتب لآخر شهر، هذا تقدر تحصل عليه من مدرسة أو من الشؤون المالية في التربية أو من وزارة التربية بخدمة الجمهور. الرسوم مبلغ 3 دنانير على كل بطاقة تالفة. بعد ما تجمع هذول الاوراق بتروح على موظف الخدمات شؤون الموظفين بتقول له انا بدي اطلع بدل تالف، تعطيه الاوراق بتطبع لك كتاب رسمي بتوقعه بتصدره بتراجع فيه اداره التامين الصحي. عند اداره التامين الصحي بتسلم الاوراق بعطوك بدل تالف. الجميع اللي بحب يتابع صفحتي لان انا هاي السلسله الاخيره راح ابلش السلسله اللي بعدها العلاوات، اللي بحب يتابع صفحتي، صفحتي اسمها المعلم. هذه هي صفحتي اللي بحب يتابعها واللي حتى يوصلك كل شيء جديد. اللي بحب يتابع قناتي على اليوتيوب، هذه القناه، فبكون ممنون لكم تعملوا مشاركة متابعة لصفحتي حتى يوصلكم كل شيء جديد. شكرا لمتابعتكم.